الله يعطيك العافية مرة ثانية، بس كان عندي مشكلة باللابتوب وظبطها وعواد دخلت من اللابتوب. أهلا وسهلا فيكم، كل عام وانتم بخير. بس اليوم بجوز تكون آخر يوم رمضان. يعني احنا بيسكلي نحتاج محاضرة أو أكثر نعمل فيها زي ريفيو أو يعني ديسكشن عن المادة. ما أعرفش في عندكم أي شيء بتحبوا تسألوا عنه أو أي شيء تستفسروا عنه، في عندكم أي استفسارات أي أسئلة؟ أنا سامعكم. يعطيك العافية. الله يعافيك يا دكتور. طيب أنا كنت بحكي إذا في عندكم أي شيء استفسار عن المادة قبل ما أبلش أنا أحكي، يعني إذا في أي شيء بتحبوا تسألوا عنه أو على الامتحان أو أي أسئلة عندكم قبل ما أبلش أنا أحكي. إذا في عندكم أي شيء أنا سامعكم، تفضلوا سألوه. دكتور، هو ما في أسئلة يعني بالنسبة للمادة، يعني يعطيك العافية ما قصرتش، بس بنسألك عن طبيعة الامتحان وهيك يعني فاهمين كل شيء، فاهمين كل شيء يا فادي، بفهم من الحكي. والله يا دكتور يعني ما فيش حد بفهم كل شيء، بس يعني بالنسبة لي مقبول الحمد لله نوعا ما جيد. طيب هذا شيء كثير كويس، إن شاء الله نكون إن يعني فهمناكم، خاصة إنه المحاضرات المرة هاي أول مرة تعقد أونلاين. بس أنا قبل ما أحكي عن طبيعة الامتحان بدي أسأل اللي البقية اللي شفتوا علاماتكم يا جماعة جميعكم من 50، في حدا ما شاف تجاميعه؟ يعني ما عندهوش تزال الفكرة، في عنده استفسار؟ يعني جاني أسئلة بخصوص التجاميع وفي شغلات كانت نبهتوني عليها والله يعطيكم العافية. يعني في ناس كان لهم عندي علامات وفي شغلات ما كانتش واضحة، يعني وحاولت إنه أنا أحل كل الإشكاليات بتايم. ماشي، هلا بالنسبة لطبيعة الامتحان خليني أنا أحكي بشكل عام كيف طبيعة الامتحان بدها تيجي. طبعا امتحان الفاينل زي ما بتحكوا بتعرفوا وراح يكون من 50، هلا من 50، وبنفس الوقت المخصص ساعة ونص بحد أقصى. فبالتالي أنا بتهيالي الامتحان بده يكون بين الثلاث والأربع أسئلة اللي هم قلنا راح يكونوا حل، يعني السي كويستشنز يعني حل. المادة راح تشمل اللي هم chapter 2 chapter 3 chapter 5 and chapter 6. هلا انا كنت اقترحت عليكم مجموعه من اسئله الهوم ورك تطلعوا عليها تحلوها وقل ما يمكن تشوفوها، حطيت لكم حلولها. فكنت متوقع صراحه انه يكون في عندكم اسئله عن الهوم ورك المقترحه، بس nevertheless يعني انا still available أي وقت في عندكم يعني أي استفسار عن أي سؤال بعثوا لي على الـ e-learning، وإذا كان في إشي بستدعي إن نعمل زوم سيشن
طبعا هاي بالنسبة للسيشن هاي بناء على طلب القسم كان في تفكير انهم يعملوا زي ريفيو سيشن. احنا عملنا هاي الريفيو سيشن بس انا قلت مش غلط يعني احنا نعاود مرة ثانية نشوف اذا في عندكم اي استفسارات يعني ونحكي شوي اكثر عن الامتحان. فالامتحان طبيعته يعني راح يكون عبارة عن 3-4 اسئلة بتصوره يعني تعرف الواحد يعني هسه دنيا رمضان مديش لا يحط اسئلة ولا يعني ان شاء الله لسه الامتحان ضال عنه يعني على اسبوعين تقريبا او اكثر ف يعني مستوى الامتحان يعني راح يكون زي مستوى الامتحانات اللي اخذتوها مش راح يكون في شيء مثلا يعني امتحان ذكاء يعني ما في سؤال راح يكون امتحان ذكاء يعني راح تكون بيسكلي الكونسبتس اللي تعلمناها اتاكد انكم فاهمينها تطبيقها. الان امتحان الفاينل بيجي بالعاده في سؤال كبير اللي هو على شابتر 6 يكون في كومبريهنسيف كونسبتس يعني يكون عندنا مثلا يعني بامبينج سيستم بدنا نعمل كالكوليشنز اللي بتعرفوها نطلع بريشر دروب نطلع الفريكشن العفو نطلع مثلا الاليفيشن الفلوريت وات ايفر ماشي. فهي هي بروبابلي التوبك اللي هو عاده بكون ميجر توبك بالفلويد اللي هو البامبينج سيستم ديزاين. طبعا احنا بالبامبينج او بالبامب زي ما حكينا كيف شو بصير داخل البامب او طبيعه البامب مش كثير بهمنا لانه we are not designing the pump we are designing the pumping system. البامبينج سيستم طبعا اللي هو بيسكلي تطبيق البرنولي اكويجن لا اكثر ولا اقل. لما بقول بامبينج سيستم ديزاين انا بهمني كيف اعمل سايزنج للبامب ماشي يعني باختصار قديش البامب كاباسيتي قديش الفلوريت لها قديش الباور قديش الهيد اللي بتعطيه هذا بنسميه بامبينج سيستم ديزاين. وطبعا هي مش فقط الله اكبر الله اكبر مش فقط هي البرنولي اكويجن. تتذكروا انه لما لخصتوا تشابتر 10 لو كان بيحكي عن البامبس والكمبريسرز لاحظتوا انه في كثير كونسيدريشنز غير البرنولي اكويجن ابلكيشن او الانرجي ابلكيشن اللي هو مثلا موضوع النت بوزيتيف سكشن هيد. النت بوزيتيف سكشن هيد من المواضيع المهمه جدا بالبامبنج سيستم ديزاين. يعني ما بنعمل بامبنج سيستم ديزاين الا ومتاكدين من موضوع اللي هو الكافيتيشن نتاكد انه ما يصير كافيتيشن تمام. مواضيع الثانيه الافيشنسي مثلا موضوع الافيشنسي كيف نحسب الافيشنسي للبامب تمام. الفلويد افيشنسي في عندنا الميكانيكال افيشنسي طبعا يعني احنا بالفلويد اكيد كونه كورس زي ما حكينا انتروداكتوري كورس ندخلش بكثير ديتيلز شفتوا في كثير تفصيلات او تفاصيل بحكي عنها شابتر 10 والشابترز اللي بعديه يعني ما قدرناش نغطيها ما بنلحقش نغطيها اساسا تمام. راح يكون عندكم في سؤال على شابتر 10 يعني السؤال راح يكون مفصل فيه الماينر ريفليكشن والميجر ريفليكشن تمام والتطبيق البرنولي طبعا. دكتور يعني شابتر 10 داخل معنا منه سؤال حل؟ لا انا حكيت شابتر 10 انا اسف ما كان شابتر 6 لا 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 انا اسف اذا حكيت شابتر 10 بتعرف رمضان كريم سيام ماخذ علينا شوي بسيطة حياك الله يسلمك. فلا احنا طبعا شابتر 10 لا طبعا زي ما حكينا بالموضوع انه هذا شابتر 10 هو فهم تلخيصه اخذته فيه علامته وانتهينا منه. هلا بالنسبه لشابتر 5 في يعني اشياء كمان يعني شابتر 5 برضه مهم تعرضنا لمواضيع مهمه فيه يعني مثلا الفلو ماجرمنت ديفايسز هذا توبيك مهم بعتبره انا
لهم هذول الفنتوري والأوريفيس والتيوب والأشياء هاي. حكينا كمان عن الموضوع النيجاتيف أبسوليوت بريشر، هذا موضوع كثير مهم، لأنه يعني مثلا تصميم السيستمز اللي هي بتعتمد على الفاكيوم، زي الفاكيوم مثلا فاكيوم كلينر أو الفاكيوم بام، تعتمد على الابليكيشن للنيجاتيف أبسوليوت بريشر. وشفنا إمتى البرنولي إكويجن تكون فاليد، لما يكون أن ستيد ستيت فلو. كمان مهم تطلعوا على موضوع التانك ديسشارجينج تايم، تذكروا لما كان في عندنا تانك نفروه ونحسب الوقت اللازم مشان نفروه. ماشي، وحلينا أكثر من سؤال عليها هاي. تمام. في طبعا احنا هذا التوبك التانك ديسشارج غطيناه بشابتر 3 وغطيناه بشابتر 5. هلا شابتر 3 كنا بنحكي عن الانستيدي ستيت فلو، كان طبعا يعني الاناليسيس تبعه مختلف شوي. يعني كان شابتر 5 اعتمدنا على الانستيدي ستيت ماس بالانس، بشابتر 5 حلينا نفس السؤال او يعني نفس الميثودولوجي والاكزامبل موجود عندكم، مش متذكر رقمه، بس باستخدام الانرجي اكويشن اللي هي البرنولي اكويشن. تمام، فهذا برضه توبك مهم. يعني بالنسبه لشابتر 3 احنا حكينا بشابتر 3 هاو، يعني اهم شيء كان فيها اللي هو نفرق بين الماكسيمم فيلوسيتي والمين فيلوسيتي اللي هي الافريج فيلوسيتي. وقلنا انه بحاله اللامينار فلو هاي بكون في فرق واضح بين الماكسيمم فيلوسيتي والمين فيلوسيتي، التيربولنت فلو الوضع بكون اقل سنسيتيفيتي، يعني بكون بالنسبه للتيربولنت فلو بكون اقرب للبلج فلو. ماشي، البلج فلو اللي هو معنى البلج فلو احنا بنقول معناها انه الفيلوسيتي از اولموست كونستانت انسايد ذا بايب، يعني الفيلوسيتي ما بتتغير من نقطه لنقطه داخل البايب. ماشي، هلا حكينا كمان طبعا عرفنا الفلوريد، قلنا الفلوريد دائما هو يساوي الفيلوسيتي اللي هي الافريج فيلوسيتي مضروبه في الاريا. ولما بدنا نحسب الماس فلوريد بنضرب هذول اللي هي الفلوريد نضربها بالدنسيتي، سواء كنا بنحكي على الكومبريسبل ولا الانكومبريسبل. تمام، هلا حكينا كمان في شابتر 3 عن الـ unsteady system، يعني كيف نعرف إنه السيستم عندنا unsteady. وقلنا في عندنا أكثر من indication، واحدة منهم مثلاً يكون الـ time مطلوب delta t، الـ time للـ discharge، الـ time للـ filling، إشي زي هيك أو للتفريغ. وحلينا عليها أمثلة إذا بتتذكروا. حكينا كمان عن الـ another parameter ممكن أطلع عليه لما أنا الـ problem تكون تحكي عن إشي له علاقة بالدسشارج اللي هو التفريغ أو الفيلينج، أو إشي له علاقة بال evacuating. ماشي، يعني إنه نفرغ مثلاً تانك من الهواء. ماشي، أو نضغطه نعبيه هواء نضغطه، هاي كلها تعتمد على الكون أو تعطينا كلو إنه السيستم اللي عندي هو unsteady state system. تمام، هاي بالنسبة للشابتر 3. يعني الشابتر 3 بتعرفوا ما في كثير، هو الكونتينيوتي اكويجن والانستيدي ستيت بالانس. هلا بالنسبة للشابتر 2 احنا بدأنا بالعلاقة بين البريشر والديبث او الاليفيشن، يعني ايذر واي ديبث لتحت والاليفيشن لفوق، وشفنا الانواع المختلفة من علاقة البريشر مع الديبث او الاليفيشن حسب اذا كان في عندنا طبعا هوريزونتال surface ولا vertical surface، أو حتى إذا كان عندنا inclined surface. وحكينا إنه بيختلف إذا كان في عندنا compressible versus incompressible، ومتى ال incompressible بكون significant، كنا بحالة واحد اللي هو لما بكون في عندنا بدنا مثلا نشوف قديش الضغط، ضغط الهواء الجوي أو الضغط الجوي عند مثلا ارتفاع على ارتفاع 3 كيلومتر أو 2 كيلومتر لما تكون مسافات بعيدة. وقلنا هاي التغير بالضغط الجوي ضمن الابليكيشنز اللي احنا بنستخدمها بالهندسه عاده،
يعني مثلا بين أعلى نقطة بعمارة وأوطى نقطة فيها، أو بنحكي عن مصنع مثلا بنحكي عن 10 متر 8 متر حتى 100 متر، يعني ما بكون significant التغير بالأتموسفيريك بريشر. تمام. بعديها طبعا حكينا عن موضوع البويانسي، وقلنا إنه البويانسي هي ظاهرة بتعتمد على الفرق بالدنسيتي بين الليكويد أو الفلويد والسوليد. تمام. وقلنا إنه اللي بحدد كيف راح يصير البيهيفير لأي سوليد أوبجكت حطيناه بفلويد بحدد الفرق بالدنسيتي أو السبيسيفيك جرافيتي. قلنا الأشياء اللي هي الدنسيتي للسوليد أقل من الدنسيتي للليكويد أو للفلويد بشكل عام، بدنا نتوقع أنه يصير لها فلوتينج، يعني بتطفو بشكل بارشل. الأشياء اللي الدنسيتي تبعتها أعلى من الدنسيتي تبعت الفلويد نتوقع أنها يصير لها سينكينج، يعني راح تغرق. ماشي. عشان هيك السفن مثلا بصمموها بتكون مجوفة من الداخل، داخلها هواء، بكون بالرغم من أنها تكون مصنوعة من ميتاليك ماتيريال والميتالز أثقل بكثير من الماء، بس لأنها مجوفة تطفو. تمام. هذا بالنسبة للبوينسي. طبعا حكينا تطبيقات البوينسي اللي هو المناطيد والأشياء هاي كليات. طبعا في لها التطبيقات الثانية، مثلا قلنا العوامة اللي هي أو الطواش اللي بسموها تبعت الخزانات، اللي هي تستخدم مش بس بالخزانات والنياجرة تبعت الحمامات، تستخدم طبعا بالمصانع برضه، يعني هاي احنا بنكون تستخدم بشكل واسع as a flow limiting device، يعني لما يرتفع سطح الفلويد توقف الانكومينج فلو. تمام. فهي مستخدمة لها applications كثيرة. تمام. قلنا طبعا كل الفيهيكلز هاي اللي بتنتقل، السفن، الطيارات، المناطيد، هاي كلها بتعتمد على مبدأ البوينسي. في البوينسي مبدأ مهم جدا. بعد البوينسي غطينا موضوع العفو، غطينا موضوع البريشر ميجرمنت ديفايسز، خاصة المانوميترز. مانوميترز، وقلنا المانوميترز هي هاندي اكويبمنت بنستخدمها لقياس البريشر. والبريشر ديفرنس طبعا احنا بهمناش الابسوليت بريشر، عادة بهمنا الديفرنشال بريشر. حكينا انه في عندنا اجهزة اخرى زي البوردن كيوب. هاي تقريبا المواضيع بيسك كونسبتس اللي ناقشناها احنا. يعني فبالنسبة للامتحان راح يكون، يعني انا بدي الامتحان يكون كومبريهنسيف بصراحة للمادة هاي اللي هي chapter 2 3 5 and 6. احكوا 5 and 6 هذول بتقدروا تعتبروه انه 1 unit، فبنجيب عليهم سؤال او 2 major. توقعوا يجيكوا سؤال على chapter 3 وسؤال على chapter 2. انا يعني هيك بتصوري، يعني chapter 5 ممكن يجي سؤال كومبريهنسيف يكون عليه لود علامي اعلى، وسؤال مثلا او ممكن يجي من chapter 6 سؤال ومن chapter 5 سؤال، وبعدين نجي سؤال على chapter 3. يعني chapter 3 مهم، احنا ما عملناش اصلا في امتحان، فركزوا عليه. وchapter 2 على المواضيع هاي راح نختار لنا، نختار لكم سؤال ان شاء الله، يعني تكون الامور مسهله. هاي اللي بدي احكيه انا حضرات. اذا في عندكم اي سؤال او استفسار انا جاهز اجاوب. يعني احنا هاي المقصود فيها ريفيو سيشن، وانا زي ما حكيت لكم حتى بدون ما يكون مكلفنا القسم انه نعمل ريفيو سيشن، انا at any time من هون لوقت الامتحان اذا حسيتوا انه في اشي يعني سؤال محدد سبيسيفيك او اي اشي بتحبوا تعرفوا عنه اكثر، يا اما بتبعثوا لي 1-to-1 على الإيليرنينج، وانا تقريبا يوميا بشيك الإيميل والإيليرنينج، أو إذا حبيتوا نعمل كمان سيشن أنا جاهز. يعني لو 2 مثلاً أو 1 بده يعمل سيشن على زوم زلمة كويس، يعني رخيص أو مش رخيص، أنا يعني مجاني، وهينا يعني قاعدين ورانا خالصة. الصيفي أعتقد راح يكون أونلاين كمان، يعني حكون مبدئياً أعرف بالنسبة للصيف شو راح يصير فيه. دكتور بس سؤال، بس التسليم الامتحان بكون على الليرنينج زي الليكوزات؟ هذا بالضبط نفس النظام.
لأنه هسه في موقع جديد طلعوه الجامعة عشان الامتحانات. والله الجامعة يا فادي كل فترة بيطلعوا قصة جديدة، يعني هذا الموقع اللي طلعوه بالله عليك، هل من المنطق إنه أنت تيجي بعد الطلاب ما خلصوا تطلع بلاتفورم للإكزامز بعد ما الطلاب خلصوا؟ يعني ما دام أنتم بتكونوا تشاطروا وعندكم، يعني بعدين هذا على فكرة يعني هو هذا البلاتفورم الهدف منه للأسئلة اللي هي المالتيبل تشويس، عرفت علي؟ بقولوا إنه هذا مربوط على تخزين السحابي، ماشي؟ نعم صحيح. ف يعني بخفف مشاكل الـ يعني الستاكينج اللي بتصير. إحنا ما بتعرف الشعبة مش كبيرة، يعني أنا ما عندي مشكلة دائما التطوير إشي كثير ممتاز، بس يعني كان الله هداهم طلعوا أبكر شوية، عشان برضه احنا كمان ما نربكش الطالب، يعني الطالب يقعد. بس لا، احنا مبدئيا راح نضلنا ماشيين على نفس النظام تبعنا الفصل الجاي، اذا انه هذا افضل تبع التخزين السحابي اللي طلع مع الجوجل درايف او مش عارف ايه. الفصل الجاي ان شاء الله اذا ظل الاونلاين ليرنينج بنستخدمه، هذا بنصير نستخدمه. بس انا يعني بالذات بالفلويد ما كان في اي مشكله الحمد لله. ماده المودلين كان في شويه مشاكل، في طلاب تغلبوا بالتسليم، بس برضه بترجع بتحكي المشكله وين كانت تصير. المشكله بتصير المعذره، يعني احيانا بكون عندي مثلا النت في مشكله، عرفت علي؟ مش انه في كثير ناس يجوا سلموا بنفس الوقت وعملوا جامينج على الموقع والموقع ما رضيش، لا، المشاكل معظمها كانت تصير انه نفس النت كونكشن، الانترنت كونكشن كانت تعلق، عرفت علي؟ يعني هذا اللي انا فهمته من الطلاب اللي صار عندهم الاشكاليه هاي. وهي شغلتها بسيطه، يعني هي شوف لما انت يعني انت فعليا اللي بتقدر تعمله انه يعني انا شو كنت اعمل مثلا، يعني يظل مثلا طلاب مثلا مش اكثر من 3 طلاب، انا بحكي عن الشعبه الثانيه الحمد لله الفلود ما صارش فيها، انا بقدر من عندي امدد له السبمشن، عرفت علي كيف؟ يعني بعد ما يخلص الوقت مثلا اعطيه اقول له هاي كمان 3 دقائق يلا حاول مره اخرى، عرفت علي؟ ما زبط ما لحقش كمان مره اخرى، عرفت علي؟ هاي المشاكل الفنيه بتنحل، المشاكل الفنيه بتنحل. بس يعني شوف اقول لك، يعني من الاشياء مثلا اللي انا صراحه غلبتنا شوي هون اللي هو موضوع اشتراك الزوم الفري، هذا اللي هو بيعطيك 45 دقيقة وأحيانا بيعطوك 40 دقيقة، يعني هاي كان ممكن إنهم بعرفش يعني يشتركونا فيه الانليمتد، بحيث إنه أنا بدل ما أعمل 2 سيشنز وأطلع وأدخل، عرفت علي كيف؟ يعني كان ممكن هاي يحلونا إياها، يعني ويخصموها من هالراتب، يعني تعرف الاشتراك اللي تأخذ الجامعة تخصمه من هالراتب، أنا ما عنديش مشكلة، يعني بدل ما نظلنا على الفري سوفت وير، والفري سوفت وير هاي بتعرف كل مشاكل، يعني الزوم هذا بكره بصير ينزلوا دعايات، يعني استنى لك شوي الزوم هسه، مهم الزوم تعرف باللازمه هاي اللي صارت ارتفع المشتركين عندهم كانوا ل 20 مليون وما كانش حدا عارف ايش الزوم ولا حدا مطلع عليه، لما صارت الازمه هاي كل العالم صارت تقنت الاونلاين، بعدين صارت عليهم اشكاليه يمكن اذا متابعين انه في يعني موقعهم دخلوا كثير ناس وشافوا الباسورد، لانه في ناس بيدخلوا على نفس الباسورد بيستخدم باستمرار، يعني وفي يعني يبدو الشركات وهذا بيعملوا اجتماعات، احنا الحمد لله يعني اللي بده يدخل يعني ما في شيء، اللي جاي حاب يتعلم معنا يهكر الفلويد يتعلم فلويد اهلا وسهلا فيه، ما عندناش مشكله، عرفت علي؟ في كثير من الشركات حجبوه، يعني وقفوا استخدامه لانه يعني في مشكله سكيورتي، شايف؟ فهاي البرمجيات المجانية أنا بظن أخاف منها صراحة، أقول لك يعني والله في عليها كوستشن مارك، أو بصير بنص وأنت بنص المحاضرة بعد شوي يقطعوا لك المحاضرة ويطلعوا لك دعاية، عارف؟ يعني هذا وضع طبيعي، لأنه يعني this is free، أي شيء free بدك تتوقع أنه يعني في مشكلة، إذا مش مشكلة يعني بده يكون بده يطلع له إعلان ولا بده يسوي له شيء، فيعني مش عارف. على كل حال يا سيدي نحن نتعلم، يعني الله يعطيهم العافية الجماعة ما قصروا، يعني
حلوا جزء من المشكلة، وإن شاء الله تباعا المشاكل بتنحل مرتبطة. يعني أنا أعتقد أنه تقييم التجربة الأونلاين ليرنينج كثير ممتاز. أنا بالنسبة لي يعني أنا كنت متوقع تكون الأمور أصعب بكثير من هيك، يعني الحمد لله مشيت الأمور هاي، يعني قدرنا بشغلات بسيطة نقدر أنه نتابع ونمشي. وأعتقد يعني المهتم، الطالب المهتم بتعرف سواء كان أونلاين ولا أوفلاين، وبالنسبة له مهتم وبدو يتعلم. فأنا لما باجي بطلع على قائمة الحضور بكل المحاضرات وبشوف يعني الأشياء المشتركة، بلاقي أنه واضح مين اللي جاي مهتم ومين اللي بديش أقول، يعني كل واحد عنده ظرفه برضو، كمان بجوز في ناس عندهم مش إنترنت، بجوز في ناس يعني بعرفش يعني you never know. يعني أنا دائما بوجد عذر للطالب، بس يعني أنا بعتقد أنه في كثير ناس كمان مهملين. في ناس مثلا بدخل وبشغل على هذا وبروح بقعد على الفيسبوك، عرفت فادي، بعرف أنه هذا الشيء كمان موجود ماشي، ويعني خلص يعني مش بجوز ما فيش الناس ما فيش عندها انترست كثير الناس يعني، ما بعرف. بس على كل حال يعني هاي ال بالنسبة لسؤالك، أعتقد إحنا راح نضلنا على الإيليرنينج، يعني الإيليرنينج بنعرف فيها كويس، بتعرفش هذا السيستم الجديد بجوز يعلق، ما نعرف شو بدنا نسوي سواء إحنا يعني كمدرسين أو كطلاب. فالشعب الكبيرة أكيد بدهم يفكروا، المواد اللي فيها أعداد كبيرة فوق 50-60 بدهم يفكروا بالدرايف هذا السحابي، لأنه بجوز يكون أفضل لهم، بلاش الطلاب يسلموا كلهم مع بعضهم يعمل استنك السيستم يعلق زي لما بصير بالتسجيل مثلا. وهي الجامعة على كل حال متجهة للتخزين السحابي، عرفت علي؟ يعني هذا أنت بتعرف هذا فكرة التخزين السحابي الآن، زي ما تستأجر لك مستودع ماشي، عندك بضاعة وبدك تستأجر لها مستودع، هي الفكرة صارت هيك. يعني أنه الآن أنت بدل ما كل شيء تخزنه عندك خلي عندك ماشي، استأجر سبيس، يعني كل ما كان السبيس أكبر هذا كل ما طلبت جيجاز أكثر أو تيرا بايتس أكثر، كل ما كان بدك تدفع لهم أكثر، فبتعرف كله صار بزنس يعني، عرفت علي؟ فيا يعني إن شاء الله إحنا راح نضلنا ماشيين على الـ e-learning إن شاء الله. دكتور سؤال أخير، حسن مدة الامتحان ساعة ونص من ضمنها الرفع على الـ e-learning صح؟ أشوف يعني فادي، أنا مدة الامتحان قلت لك راح يكون بالنسبة لي أصمم الامتحان يكون أقل من ساعة ونص، تمام؟ هلا الرفع على e-learning أنا بأكد لك إنه ما راح يكون في أي مشكلة، يعني حتى يعني أنا بفتح المجال زي ما قلت لك، بعمل further permission. إحنا كل الفكرة إحنا ليش بنحصر submission ده، بتعرف مشان ما يصيرش حدا مثلا يودي لحدا solution ويصير فيها تلاعب بالقصة، ولا هو ما في مشكلة يكون open، عرفت علي؟ فأنا أي حدا بحتاج a few more minutes بعمل له extension وبخلو يسلمها على e-learning، يعني اللي ما زبط معه على e-learning بخلو يبعث لي، يعني ما راح يكون في أي مشكلة. فأنا بحسب حساب إنه يكون وقت الامتحان يعني معك وقت أكثر من اللي بلزم لحل الامتحان، يعني أنا بشوف مثلا average student قديش سرعته، تمام، وبحسب على هالأساس يعني قديش بده يكون وقت الامتحان. أعتقد أموركو كويس يعني فادي، أعتقد أموركو كويسة يعني، الغالبية عاملين كويس يعني، بس بتعرف يعني في مجموعة شوي وضعهم critical. I hope إنه يعني إن شاء الله يكونوا يتجاوزوها. في واحد عندي مثلا سحب المادة، واحد من زملائكو اللي هو ما قدمش لا first ولا second ولا final يعني، ولا راح يقدم يعني ما قدمش شيء، وهذا كان يعني على الأكيد بده يعني، فهو الحمد لله انسحب، بعرفش ليش انسحب والله مستغرب يعني، واحد انسحب والله. على كل حال يعني راحنا على الرسوم الله يهديهم، ف يعني وضعكم كويس اعتقد، اموركم جيده ان شاء الله، ان شاء الله تتسهل دكتور هسه الصيف ياكدوا لكم انه اونلاين، هسه احنا وصلنا انه على الاغلبيه على الاغلب انه اونلاين يعني الصيف، الصيف على الأغلب أونلاين صحيح، عشان هيك أنا شفت إنه المختبرات كلها ألغوها. ألغوها مع إنه كان في اللاب الفلويد كنت أخذه عندك، بس ما
يلا يا سيدي خيمة. هو تعرف المختبرات صعبة شوي فعلا، ملحوقة إن شاء الله يا فهد، ملحوقة. المختبر مش مشكلة يعني، المختبر مو مشكلة، المهم تكون مأخذ المادة يعني، مشان المختبر يعني لما تكون لا مأخذ المادة دكتور يا سيدي. إن شاء الله المرة الجاية لما تسجل إن شاء الله تطلع عندي بإذن الله. إن شاء الله، بس هذه فرقت معي عشان أنا الفصل الصيفي صعب أنزل النبات، الفصول العادية بخليه مع الصيفي. سجل لك مادة إضافية يعني. أنت شو مسجلت على الصيفي أخذت؟ أنا لسه أخذت الصيفي يعني، لسه بتسجيل ما سجلناش، احنا نزل جدول بس لسه بنجهز صح حالنا. يعني ناوي انت تاخذ الماده او اكثر على الصيف يمكن؟ بس انا كنت بخلي اللابات في الصيف عشان والله مزعج اللاب لجاي اللابات بالصيف على العكس. والله انا لا يعني انا متفقش، اللابات بالصيف مزعجه لا لان الصيف فترته اكثر، الا اذا انت بدك الفصل العادي فتره طويله. فهمت عليك. هو على كل حال مختبر الفلويد ترى بنخلص فيه بكير، لان كلهم 8 تجارب. انت عندك فعليا 14 اسبوع 8 تجارب، وبدك تحط اول اسبوع هذا مقدم هاي 9، وفي اسبوع للامتحان هاي 10 اسابيع، فبضل عندك انت فعليا انت المختبر بتخلصه ابكر بكثير يعني، ما في ضغط كثير مختبر الفلويد. لكن المشكلة بالصيف انه مرتين، الا اذا انت ماخذ الصيف كله مختبرات. عرفت علي كيف؟ فهمت عليك. فلا يعني مش 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 اتراكتيف كثير انه الواحد ياخذ مختبر ومادة بالصيف، لو اخذ مادتين يكون افضل، او بده ياخذ مختبرين مثلا يخفف المختبرات عن حاله برضه بصير. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. يا اخي بكره شو؟ والله احنا عارفين شو بكره، صيام ولا لسه ما اعلنوش دكتور؟ احنا اهم شيء انه برد الجو اهم شيء. دكتور هذا عندكم برد، عندنا هون الارض بتطلع نار. كان وين انت؟ انا من السكان، انا بشتغل بالغور دكتور. شغال بالغور، الله يعينك. وين بالغور؟ اي جهه؟ اي منطقه؟ غور الصافي. الصافي امبارح يا اخي لفت انتباهي، امبارح كاتبين انه موصل 46.5، يعني رقم قياسي درجة الحرارة بغور الصافي. نعم صحيح. في عندكم تكييف ولا ما فيش؟ لا في، بس احنا بالسايت يعني هيك وهيك يا سيدي. الحياة كلها جهاد يا فهد، الحياة كلها جهاد. عانك الله يعني، على القليل بتاخذ فيتامين د. والله دكتور مع تغيير لون كمان. يا الله يا سيدي العين، شو بدك تسوي؟ هاي الحياة بدها مراكبه. الحمد لله على ان شاء الله يعني جهودك، رب العالمين ما بضيع الكتاب ان شاء الله جميعا. ان شاء الله زين. لا يعني هم متوقعين يعني اليوم مثلا نزلت 4 درجات، متوقعين بكره تنزل لها كمان شيء زي 5 درجات، يعني حتى عندكم راح تفرق شوي كمان، اكيد راح تفرق يعني شايف. فالحر مشكلة، والله المشكلة الحر والناس صايمة مشكلة كبيرة. ماشي، احنا خلصنا. اذا زي ما حكيت لكم، اذا احتجتوا باي وقت انا جاهز يعني نعمل سيشن، او اذا بدكم اي استفسار انا دائما بشيك وبشوف. شاكرين لكم فادي وفاتن وهبة وميس، شاكرين لكم حضوركم، الله يعطيكم العافية. شكرا لكم، كل عام وانتم بخير. وانتم بخير.